السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم نواف و إيف أونلاين. هالمقطع بنتكلم عن أكثر 10 شخصيات قوتها وقدراتها مبالغة فيها في أنمي ناروتو. طبعا اللي يذكر أنا سويت هذا الشيء في أنمي دراغون بول وتكلمت عن شخصيات مرة كثيرة اللي قوتها مبالغة فيها في أنمي دراغون بول. فيب إذا أنت تبغى تشوف سلسلة حق دراغون بول راح تلقى رابطها تحت في الوصف. طبعا قبل ما أخش بالزبدة، عندي لكم قناة رهيبة لو أنت حاب أنك تنضرب وتخش مع الأغاني وتفلها مع الأغاني العرب المدبلجة، فقناة دي فاملي فيها كل المواصفات اللي ذكرتها قبل شوي. طبعا القناة هذه يدبلجون أغاني عربية اللي هي حقت الأنمي وبرضو أفلام كرتون حقت والد ديزني وأشياء مرة كثيرة حقت المسلسلات. الزبدة إذا أنت حاب تدعمهم وإذا شفت محتوى مرة رهيب حقهم، فكل ما عليك إنك تشترك في قناتهم اللي راح تلقى رابطها تحت في الوصف. وبدون ما أطول عليكم خلونا نخش بزبدة المقطع. خلونا ننتقل لأول شخصية عندنا في الليستة واللي هو تنري. طبعا اللي تابع فيلم ناروتو ذا لاست يعرف انه تنري يصنف من تصنيف مدمرين الكواكب. طبعا اي واحد يمتلك عيون تنسيقان يقدر يدمر اي كوكب يبغاه ويعيد بنائه بنفس الوقت. وطبعا المعلومة هذه ما جبتها من راسي، انا جبتها من الفيلم نفسه. فاللي تابع فيلم صح يعرف انه هذه المعلومة تم ذكرها في الفيلم نفسه وبرضه في الروايات. فيب تنري يعتبر من احد الشخصيات اللي قوتها مبالغة فيها في انمي ناروتو. فخلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هو هوكاجي الاول هاشيراما. ليش هاشيراما موجود في الليستة؟ لانه بكل بساطة تخيل من زمن هاشيراما الى زمن بوروتو الى الحين في ناس يستخدمون خلايا هاشيراما. هنا بس تعريف بسيط من قوته، لا وغير انه قدر يهزم مادارا في السابق، هذا يعتبر إنجاز عظيم. وطبعا لا ننسى أنه هاشيراما هو أكثر شخصية تم حلب قوته في أنمي ناروتو. يعني تقريبا أي زمن تسمع أنه واو حنا استخدمنا خلايا هاشيراما ومدري إيش ومن ذا الكلام. فيب هاشيراما عفوا يعتبر من الشخصيات اللي قوتها مرة أوفر. فخلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها ومن عشيرة الأوتوتسوكي، طبعا اللي هو حكيم مسارات الستة. طبعا ما يحتاج اني اتفلسف على الشخصية هذه، يكفي هو اللي صنع شيء اسمه وحوش البيجو التسعة، او بالاصح قسم شاكرة وحش البيجو او 10 ذيول لتسعة اقسام وصنع لنا وحوش البيجو. هذا غير انه قدر يواجه كاغويا للشهور. فيب فخلونا ننتقل على السريع للشخصية اللي بعدها واللي هو اخ هامورا. طبعا للمعلومية او اللي ما يعرف، اول شخصية قدر تفاعل تنسيقاً هو هامورا اللي هو أخ حكيم مسارات الستة. فبالتالي كل الخواص تنري اللي ذكرناها قبل شوي موجودة فيه، زائد انه هو الشخص او من الشخصيات القليلة اللي يقدر يحافظ شاكرته لشهور مرة كثيرة، وهذا شيء شفناه في الانمي لما كان يقاتل كاغويا. فياب خلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هو مايت جاي. طبعا مايت جاي السبب اللي خلاني احطه في الليستة، تخيل معي شايف هاشيراما شايف كاجيات الخمسة هم مجتمعين، تخيل شخص يمتلك 10 اضعاف قوة اللي هم يمتلكونها، مو بخمسة ولا ثلاثة ولا ستة، لا 10 اضعاف. هذا غير انه قدر يلعب في مدار اللعب وجلده جلد. وطبعا كلنا نعرف انه مدار ما كان بقوته الكاملة، ولكن يكفي انه مدار اعترف بالشكرة اللي يمتلكها جاي. وزيادة عن كذا لا ننسى انه لو مادارا ما كان عنده تقنيات شفاء متطورة اللي هي تجي مع تلقائيا مع اي شخص يستخدم طور حكيم مسار الستة، زائد انه عنده تقنية شفاء حق هاشيراما هو اللي ساهم في حفاظ على حياته ولو كان الحين مادارا ميت اصلا. فيب خلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هو ساسكي. طبعا ساسكي ما يحتاج اني اتفلسف عن الشخصية هذه، ولكن اللي يقهرني مرة الشخصية هذه كأنها صارت ضعيفة في أنمي بوروتو ومرة يجيبونها شخصية قوية. What the fuck. الزبدة كلنا نتفق انه ساسكي يعتبر من احد اقوى الاقوياء في أنمي ناروتو، ولو تقارنه بباقي الشينوبي اللي متواجدين في كونوها فبالراحة ساسكي يقدر يمسحهم. وكفاية انه ساسكي بضربة بسيطة من التشيدوري حقه قدر يدمر نيزك بكل بساطة. يعني تخيل حركة من يده قدر يمسح نيزك بكل سهولة، هذا بدون استخدام السوسانة وما ادري ايش والكلام الفاضي ذا كله. فيب
خلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هو مقارب قوة ساسكي أو أقوى منه بكثير اللي هو ناروتو. طبعا ناروتو ما يحتاج إني أقول لكم أي شيء عنه، يكفي إنه ناروتو يمتلك أكبر شاكرة حاليا في أنمي ناروتو، زائد إنه ناروتو عنده أساليب وتقنيات وهجمات مرة كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولو تقارنها برضو بباقي الشينوبي فهم ولا شيء يقدر يمسحهم وحده، حتى لو كاقيات الحاليين يقدر يمسحهم بوحده بدون مساعدة أي شخص. فيب خلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هي كاغويا. طبعا كاغويا هي تعتبر أصلا أقوى شخصية في ناروتو، ولكن مثل ما قلت لكم أنه الترتيب عشوائي. يكفي أنه كاغويا تمتلك أكبر شاكرة في تاريخ أنمي ناروتو، ولكن هذا الكلام راح يتغير في أنمي ناروتو. يب راح يتغير. وطبعا الشخصية اللي بذكرها بعد شوي يعتبر حرق، فلو ما تبغى ينحرق عليك فقفل المقطع أو قدمه قدام، أوكي؟ والشخصية اللي بعدها واللي هو جيجن. طبعا جيجن بدون ما يسوي شيء كثير قدر يمسح ناروتو وساسكي. حرفيا جيجن ما شفنا شيء مرة كثير عنه، ولكن بكل سهولة قدر يهزم ناروتو وساسكي كأنهم ولا شيء. يا عمي السوسانو المثالية هي ولا شيء قدامه يا حبيبي، الطور الكيوبي حق ناروتو هي ولا شيء قدام جيجن. فيب جيجن يعتبر شخصية مرة خطيرة وتهديد خطير لعالم الشينوبي. فيب خلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هو جلاد الشينوبي يوتشيها مادارا. يعني مستحيل نسوي اللستة هذه بدون ما نذكر الشخص اللي جلد عالم الشينوبي جلد مو طبيعي، يعني من جد ما في أي منطق لو ما ذكرناه. فيوتشيها مادارا يعتبر شخصية أسطورية ومخلدة وجلاد عظيم، وجلد أي شخص وقف قدام حرفيا، أي شخص اعترض طريق مادارا قدر يهزمهم هزم مو طبيعي. فيب وبس والله من هنا وصلنا إلى نهاية المقطع، وأتمنى أن المقطع ينال إعجابك، وآسف على الصوت الخايس لأني بسكب شويتين. وبس كان هذا اللي عندي، أشوفكم على خير. Peace out.